الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب السواك. هذا كان باب بيان أحكام السواك. هذا يشهد أحكام تيد عدين تيل عدين أيو بابيه. السواك مركز لغة تيد فعل كواعد يشهد واستعمال عود أو نحوه في الأسنان وما حولها للتنظيف وقري يوحش بها إن الكه لغو استعماله يه الكه هريرو دس عرد كيدن حلق إيو يدو الله استعمال إيو نظيف ويطلق على الآلة وحلقو عذين يلفتي سنة سواك بالرادة مد ولبنا أدب ولا عدا يشرع يعدا قال قو عداين يا لفتي سلا الصن وحلا ولا الصن يا بور يا سواك وآيات السواك عدا يشرع على الصن يا مطلقا وقت والبا لا بعد زوال الصائم كصوما وراح دي سوين تي إلى تدب ديد مايا ولا ما الصن يوم وأكدوا علمدوا حي الشيخين عضا يشهدوا إني تهاي مدلا أدكيي لانتباه النائمي كهردي سو توسيتان كيسا يعني أقف كهردي مركو سو توسو إنو عضيدا ومؤكد بيران وزيد سياد بولي لتغيير فمن لتغير فمن أف اسبدل كي أوغي مركا لو عضيانيو ولصلاة السلاة دا أوغي إدنا ولا أدكيي والسنة وحل السنيات تصوك عضيشة باليمنى باليد اليمنى قعنت مديك لقو عضيده ألا أراك قيد عضيقة أيانا أولاه كونا أكسنة وأفضل سنة وعطي الماوي مصنف رحمه الله تعالى إلا عضيداء إن يتهاي السنة وقت والبا وهي رسولك عليه الصلاة والسلام يحرى سواك مطهرة للفم مرضاة للرب ومضافك النظيفين يا إلهي سبحانه وتعالى رالق لني وإلهي باتشعل واتش من نقضو إلا نجاس السول انتاد إن إيسا كحر أنت مياني وقفك وحونا تسالها وحنا جاسة وحنا جاسة إن أفكي سكقو إما إنو عضيدة مياني وركا إنو عضيدة واتش بيكو نغرس من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب wuxuu sheegay marka xaalad sunnanimada laga soo reebiyo wa baada zawal as-saim qofka sooman qoraxdiisu markay samada bartankeeda ka eelato aan inuu cadeeyda iyadu sunna ma aha bulay bal waaba makruuba xadiid baa ku soo aroortay mas'alada ku cad laakiin waa dhaif استاكوا أول النهار ولا تستاكوا آخره. مركات سومنتين مالين كجلين كيس وراء عضيدا جلين كيس الدباع عضيننا. واحد كلا يدل يشدين حديث خلوف ككاد ليس لا خلوف فم صائم أطيب عند الله من ريح المسك. وفك صوما سبدل كافكي سقص ما يسمى يا إلهي أكتي سكود جون مسك جوا وح أدوجا أودك كوجود قال رأي حدث هي عرفتيس مركوا إن لباقي يلو وأثر أمراد عبادوي إليه وإن السولين ومكروه إلا السولية سيد الصحيح سوى حيتاي أنه لا يكره للصائم التسوق بعد الزوال وفق الصوم لو مكره إن عضيده دورك مركو صوغ لا يوحي كالدنبية ولهذا بقى الإمام البخاري رحمه الله تعالى صحيح إيسا مروه كان حديث الصوم كدير رجلين إيسا حديث أبي هريرة لولا نشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة وحوري ولم يخص صائمة من غيره ولم يخص صائمة من غيره نبي عليه الصلاة والسلام وحوري الماضي قف كستوت كان إياه إنه السنة هاي إنه عضيده
قفك الصومان يا قفك كلانا ما كلا قادم هذيك الدوانا لها إن رسول كوا كلا قادم لها. ابن دقيق العيد نوحري ويحتاج إلى دليل خاص بهذا الوقت، يعني الدليل قاره هو حديث عام كآي قود عاد يشد لي رجل ليس وقت يعني كخصيصة وحكم كقار السياء اللوبة هي عبوري. النووي رحمه الله تعالى كتاب كيس مجموعة سنوح يري إن المختار عدم الكرات سيد الله دورت الدليل أهان ما هم ذبهاني وإن عضا يشد واني مكروه عين قفك صوما دوركم مركو صوغلو يوحي كالدنبية ساسي أيان الدليل أهان صحة لكن مذهب كواسيدا أن سواك مكروه للصائم بعد الزوال وما حي مركاو كلا قادين قبل الزوال بعد الزوال ما دام الدليل صحيح كلا قادين يعني شرين وعليهن زوال كهرتي سبدل كافك كوصا ما يسميا وحوكدا شيء عنتدي قفك وعني هبين كيدا وقت يدا سهراء مركا يستحب إزالته إلا السولية مركا والسنوي ويسبد الافك كوصا ما يسميه عنتك نشي عنيس وحلا عني. لكن بعد الزوال بخور كعلوش مرنك صوبح هي هي خلوف كاس هي يسبد الكاس وكنشي بيليه واثر عبادة وعبادة الرادك وحو الشيقي على يشدو هنا السنة هاي وقت والبا مطلقا سينو نري السنة هاي مطلقا لكن يتأكدوا في بعض الأوقات وقت يدا قار كوت سنة نمداز إن سياد كاتو سنة مؤكدة نقطة وقت يدا سوحا كوكا عند انتباه النائم وفكي هردي مركو هردودا ككعوه وحدد إلى حديث حذيفة في البخاري ومسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك نبي عليه الصلاة والسلام هبين كمركو هردودا ككعوه أفكي سوح مرين شري عضيقة وهي هردد يسبد البي أفكا قصة بينسا ولهذا مركز توافكو يسبدلو إلا عضيدا وسن مؤكدة بيلين قياسا على النوم إذا لو قياس قادر يسبدل كا هرددا كدر شيء حديث كا حذيفة وقصة أروري وحكى له عضي يشهد السنة مؤكدة ايتهاي مركا قفك افكيسو يسبدلو يسبدل كو يسبدل حقا ارتا ونغن كراه يسبدل حقا مذب كانا ونغن كراه وحانا وقياس قاتين هردده اذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك وحكا لو السنة نمد عضي يشهد اي مؤكدة هاي مركا قفك صلاة نتكده ودونيه فرا لي السنة يدون سبع نقط أفكي سيسبدل قصة ما يسمى ميان قصة ما يسمى لحديث أبي هريرة في البخاري ومسلم لولا نشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة حال ذا مؤكد كوحة كم إذا نشيقين كتاب كاني عند الوضوء مكوغف كوي سيسني لما رواه أحمد في مسنده لولا نشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء وحكم إذا ساس وكلاء عند دخول المنزل مركو قريقي سجل إيوه كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل البيت بدأ بالسواك لحديث عائشة قريقي مركو سجل عضيشو كبلابك لرسوله وكذلك طوافك ويستقن الصلاة للوقي أسقاضني وطواف بالبيت صلاة مور النبي عليه الصلاة والسلام وعند قراءة القرآن يقفك مركو دونين وقرآن أخرية أما إلهي سبحانه وتعالى وحسن قرآن كان وحكو صار ولي حديث علي رضي الله عنه ومرفوع حكمهان وصنة باليمنى بوري وحل السنيين لقوا عديدو قعنتا مدك لنا عام مدك أفكنا لقب لابو السنة لماذا نحن صنه مركا كل قمينا وإن أنيوده ورسول كوحوري وإنما لكل مرين ما نوى تنى وحيود للشدين حديث عائشة في البخاري ومسلم كان النبي يعجبه التيمن في طهوره وفي ترجله وتنعله وفي شأنه كله ما
marka cadayashaduna arrimaha wanaagsan bay ka mid tahay. Alaaraaku awlaahu, halkaana aaladii lagu cadaynay buu ka hadlay. Oo maxaa lagu cadayan karaa? Waxaa lagu cadayan karaa bikulli taahirin khashinin muziilin, wax kasta oo adagoo afka wixii ku samaysmay ka jaraya. Qofku waxay idhahdaan fartiisa kuma cadayan karo, annagu siwaag taala ma idha, laakiin qof kale fartiisa oo u ogol ha ku taalla ama ha ka go'naatee waa ku cadayan karaa. Marka geed cadayga ayaa u fiican. Nebigu calayhi salaatu wasalaam inta u badan kuu ku cadayan jiray weeye. Waxa ku xiga bay idhahdaan laamaha geedka timirta ah, kadibna laamaha geedka saytuunka, saytuunkan saliidda laga miiro, kadibna geed kasta oo caraf wanaagsan leh dhadhankiisu uu fiican yahay, caraftiisuna ay fiican tahay. Wuxuu yidhi wayustaxabu, waxaa la sunneeyaa aliktixaalu, indha kuulasho, witran, tiro markaa isdheer la indha kuusho, wagibban waddahin, dhaasho ghibban, waqti dabadiya, ay waqtan bacda waqtin, waqallim gur dufran, ciddiyana gur, wantif rif, liibtin ay lishacri ibtin, kilinkalada timaheeda, wayuqasu waa la qusaynayaa, waa la gaabinayaa, ashaaribu shaarubaha, walcaana taxliq waxliq xiir alcaanata, timaha markaa xubinta taranka hareereheeda ka baxa, waalkhitaanu gudniinkuna waajibun weeye. Maadaama uu ka hadlay cadayga iyo axkaamtiisii, cadayguna uu ka mid yahay sunanulfitra, waxyaabihi kale sunanulfitra ahaa buu istitraad ahaan u sheega uu ku dacal dhabay. Rasuulku wuxuu yihi se Bukhaari iyo Muslim ba ay wariyeen, khamsu min alfitrati, shan fitrada islaamnimada ayay ka mid yihiin sunnaha wanaagsan: alkhitaanu gudniinka, walistixdaadu timaha hoose in layska xiro, qasu shaaribi shaarubaha in layska gaabiyo, wataqliimu alafaar cidiyaa in layska guro, wanatfu libti timaha kilinkilada in la rifo. Wuxuu yihi marka halka wayustaxabu liktixaalu, in la indha kuusho ayaa sunno ah. Oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi iktaxilu bilithmid, indha kuusha nooca ithmidka la idhaahdo ku indha kuusha, fainahu yajlu lbasara wayunbitu shacr, rawaahu tirmidi, indhahana waa faydaayo qofka araggiisa ayay xoojisaa, timahan markaa xiribaha ana way saartaa way bixisaa. Rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waa indha kuulan jiray. Tiro kala dhiman in la indha kuusho ayaa sunnaa buu witran. Wayustaxabu, waxaa la sunneeyaa aliktixaalu, indha kuulasho witran, tiro markaa kala dhiman oo wax isdheer in la indha kuusho. Wa il walba saddex jeer la indha kuulo, ama ilaa laba jeer ilaa hal mar, si ay u noqoto waxa weeyaan witri, labada indhoodoo la isku daray. Wagiban iddahin, waddahin buu yidhi subko oo dhaasho, giban waqti ka dambeeya. Waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa diiday in la joogteeyo subkashada. Xadiidka tirmidi wariyeynaha, can ildihaani ilaa giba, nebigu waa diiday in la dhaashado, waqti ka dambeeya in la dhaashado weyaani, cala xasab alxaaja. Marka laba tafsiirba waa ku fasireen fuqahaa shaaficiya, giban taas waqtan bacda waqtin, oo inuu dhaashado kadib uu dhaashiga joojiyo ilaa kii hore uu ka qalalayo, kadibna uu dhaashado, sida waa lagu fasiray. Marka daliil xaaja inuu dhaashado bay noqonaysaa baahi awgeed. Hadduu kii hore baaqi yahay, baahi inuu mar labaad dhaashado ama uu subkado keensanaysaa ma jirto. Tafsiirka labaad lagu fasirayna waxa weeye in uu maalin dhaashado, kadibna uu iska daayo maalin, kadibna uu dhaashado. Sharxu Zubadka Xuseen ibnu Raslaan
وحاكو قران والغب أسلو أن ترد الإبل الماء يوما وتدعه يوما الغب وقيل إنه مال صار ورم مال نوقضه كما عنو ديوح نقول أنها عن الدهان إلا غبا إنه مال داشدو مال داشيك تشوشيو موياني إلا داشدو داشيك الله وضعه رسولك عليه الصلاة والسلام وديد إمام أحمد حديث كساس وكفسره فقال الله بدأ التفسير بوا الله شيء غبيك وقلم قر ظفرا عدينا قر سنة الفطرة أيو رسولك عليه الصلاة والسلام وقدره عدينا ليسك قره وانتف رف لإبطن أي لشعر إبطن ونطف الإبطن بنبيك عليه الصلاة والسلام قدره سنة الفطرة وهذه قفك مركا وهذه هذيك لو حيري كراه وهي مقصود كو النظافة وحنا وامرين كراه سدوين كان هذا الله استعماله كله إمام الشافعي رحمه الله تعالى سترجم ذلك في سير أعلام نبلاء كتالة إن الرفول أقوى على ذلك ما هو تطس وكان نوردا استعمال أبوه وتما سيان إسكجتشرا مركان محال الله أمري تما كل إن كل ذا إن الرفول فوتشيو تما شاربها أنا إن لا تشره وحليهن كلن كلا دوا مال بيد ديو حسي كسم اسمانه ورسم ايسا مركا تيمي هي هدي للرفو ضعيف بين قنيان سو بحيتان كودنا ما سو دغدغي هدي مركا ديل خيري لها خيرستو تيما وي بديسا واني حوجيسا ساو جيت با لبدا سي لو كلا دوي ويقص الشارب بويري شاربان ولا قصينيا وإلا وحويان دبنت عسان كيد وموقضاء يالا تشريا دي لو تشرنا وحيلين سنو انت وكو حاصليا والعانة تحلق العانة والشعر الذي حول القبل والدبر واتماها مركا عورده هريريدك صبحا حق وريحة قدمبا حير بويري واستحدادك ورسولك عليه الصلاة والسلام حديثك وشهرين مدين تلك بامركا ان لو قبانيا ديا غروستود يو تماكلن كلده جريستود يو استحدادك يو شاربا يو واحد حديث وانا في صحيح مسلم وقت لنا ان النبي وقت لنا في قص الشارب والتقليم الاظفار ونطف الابط حلق العانه الا نترك اكثر من 40 يوم رسولك وحنا مديبوا أفرت المعلومات كبدًا إن أنا ماشي كدين أنا أفرت المعلومات كارا ده دار آدم ده ولا شرية لكن مدده هو بدن ماشي الكدين كرا وأربعين وحي كبدًا النبي عليه الصلاة والسلام ونودي ذي بولي والختان واجب ويامبوري قدنين كنا واجب وقفك يسوق جدنا عن صور دلهم بواجب كوي عند الشافعية الرجع يضمر كل هذا بواجب كوي هاي وحنا واجب نقول يا عند البلوغ والعقل مرقف كوي هاي قف قنجرة أمير قبامر كوي هاي ولا يجب على الولي ختان السبي والمجنون ومن لا يتحمل واجب كماها قفك مسؤول كاي إنه جدا إلماها يرولي عن قان قارن وهي واجب كماها وكذلك قفك والي إنه جدا واجب كماها وقف غير مكلف عبادات كي طهارة دي يرالي واجب كواهين وكذلك قفك أن تحملهين بمعنى أن سكحتين هين دباته وقيسنين وابا حرام بيسك إلا جدا يوم السابع في سابع ولادته إلا قداء يا صناع وسالودة دتشي هذو قا حملي كريوي هذه كلاس ما بنانا بعدين حملي كراين يوم السابع إلا جاه الرئيسيان ومكروه بيران شافعين ويكره قبل السابع إن احتمله هذو عكشة كينا يا جدنين كمان يا جدنين كواجبني مدي سمحه والدليله وعود للشدين لا سبحانه وتعالى النبي محمد مر كل هذا يحكوا عن يعني اتبع ملة إبراهيم
حنيفة. نبي إبراهيم من الذي سير راع ملة إبراهيم من الذي سوح كم دس بخاري وريي أنه اختتن وهو ابن 80 سنة سقو استيتنشيرا أيو اسقودي نبي الله إبراهيم. تكلا وحا إليهين واتشبني ماذا وحا أدليلة وحا قفكي لغا تشريا غيب تركيسي كميدا ووحسو أسو بدل يانو تشرين وعديها وكلا يا لغا احترازي عديه وحا إليهين خلف وحبا سو بدل يان وللحاجنا الله تشري ما يتعبدا با الله تشري عبادين ساوقي مركا ولا يكون ذلك إلا واجبا تشريست النوع عاسي واجبا وحكا لما نغط لحان وچين با كتيرتا ساس وكالاس إظهار العورة إياك نلانسا وقفك قودة يدي وقفك العورة دي سواركا مركا واحد رادي عورة اللو موچي واجبا وحكا لما نغنكر كيفية دي سيبو كالعد كواتي بي كيفية دي سبالك انك قادلي وحر لبالغن على بالغ ويجب واتي بي على بالغ بو كواتي بي متقان قاري ساتر كمرة قطع يقطع ايوالا شريا ساتر كمرة ذكر كينتي صهور وحشفضاء حرق قرية ايالا شريا اي في حق الذكر كيلا بامر كالقادلي والاسم ويقطع ولا شريا ما يقع عليه الاسم محمد وكل عيو من انثى تيد الدقيد بالك شريا محمد وكل عيو شريتان ولا ركر وبدرقة يا هي وحول لك شريا وحمد على شريس قادن كرا ويا لن كرا مركا كيفية دي سروا تاسود ويسك عضه ودول لبيا هاي ذكر كام حبنت انت يا دهوري حشفظ الله العضو haraga ku dahaaran baa la jaraya aduu qofku dhadig yahayna waxa weyn hilibka yaraa xagga sare ku yaala ayaa wuxuu laga jaraya ina lagu talax tagin ayuu rasuulku ku taliyay sa xadiithu maatiya ku cad culimada qaar koodna ay tasxiixiyeen maanta xitaankii waa la dagaalamaa gaaladu aad bay u la dagaalamaan weerar bay ku hayaan waxay noogu soo gabadeen كيان شرعيغا هين ادباتادا بادن واتاي حرام تشريعا دي نباكواها مركي وريني كالا دقالما يان باي نوغو صورين كدب كامركي دادك بادن كودوا اسكباد دايين قدنين كقبيغي سيبا وحالاقا ديغاي جريم ويدن ببالاقا ديغاي قدنين كان إلهي سبحانه وتعالى مركو شرعيه لحكمه وشرعيه علمي غير كودوا حي الشاقين تراادو بدن او كميدا دخاتير تقالدا ما هاد مسلمين دراسات يا علمي باريس اي سميين اني كو غارين ان غدنينكا دومركا هدي ليسكا دايو عذر فر بدن اي كدشان عذر يا ديباتوين فر بدن دوو كيهايو الهي سبحانه وتعالى وحو البوا اوغي بني ادم كلو حم اوغا هدا الهي ودديسا و جيهاي اي راعي وايان لما تأدو يمد آخره كلا كل ميان وحيام أنت يكوع العليا وحكم يدا قاران دومار كماري كاد ليان محالة شرية بين هذا محالة حديني وحالة شرية وحالة شرية كتبتو كيالة وانا قران هين وحانا لقيا بددا عن قران هين إني ويديان طبعا تنامر كي جواب صحة سين وين وقاتان إن شريعة دو آلي حددين بوحالة شرية والاسم هو كاكله قطع واتر يا الخاتن كقف كجديا ساتر كمرت بو تريا ذكر كنك انتي سهره هرق كدهار والاسم وقطع واتر يا الخاتم والاسم وح مقع تريسيد وكدبو اي من انثى كتريا تددك ويكره والكرهابوري القزع القزع بالكره دنحير كالكره أما برحير كمدح على برحيره تنزو عن كراهة التنزيه كراهة مركان كراهة التحريم أنا يعني كراهة التنزيه ويكره وحلا كراهة الأخذ شرس من جوانب عنفقة عن النوق لنعيد إذا وحلا قتره عنفقة هو الشعر الذي تحت الشفة السفلى أما على شفة السفلى
waa timahaasi ku yaala dibinta hoose caana nuug baa la dhahda af soomaaligana markaa in hareeraha laga jaro wax laga googooyo oo la qoro waa la karaa buu yidhi walixiyatin gadh dhinacyadii wax laga jarana waa la karaa waxaajibin sunnayaal in wax laga jarana waa la karaa وحلق شعر امرأة ويكروا لكرا حلق شعر امرأة قبر تميد إن لحيره كرد طيب أدوك علين تيسي ذا لوكرو أدوك إن لغو علي يغفكي كسيات ذا لوكرو وريحان ورد ريحان ريحان كجيت كالرادو ونو عدوك كمي ذا غفك كسيات إن لغو علي يسي مكروتاي على من مد لغو علي يهدي كوسو هديي حرموا وحاران تميين علمضو خضاب شعر تيما مدبينتود بسواد مدو لغو مدبينيو لرجل تيماها صنين السغن أو امرأة أو امرأة أما قبر السغن لا للجهاد جهاد كأوغي هدين لوم مدو بينيو لمكروه ألقى نوعو كقاد ليا الرمى مركا مكروها ولقى في عينيه ويكره القزع بولي المدح الله برحيرو أيالا كرها بولي والقزع وحلق بعض الرأس سعبد الله بن عمر حديث كورين يا وكف السري ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن القزع حديث كبخاري وكوري صحيح عيسى وكان مضحى إن بر لحيره برنا لقدته انت لحيري انت لقدته تدوني صحابة ناطو وحكى رسولك واركي إن يرأو مركاتميس قيب لحيري قيب لقدته رسولك احلقوا كله او اتركوا كله وضحيرة اما وضداية اسباب تلود دي علماء ركال لانو حرادان لان هذا يشوه صورة الانسان وفك مقال كي سيبا رنتا سفال حمينس وحكى لو ايرادان وتشبه بالكفار يهود يكوى سادة سيالة مركاوة مكروهم بور الشيخ ساقا يا ريمان كدن بيبا سيدا صحيح الدليل هذا هو وحام بنانين مكروه لمعنى هو بنانيا لكن هو لقف في عيوي والأخذ من جوانب عنفقة ويكروه لك الأخذ قادس من جوانب عنفقة عن النوق لنعيده هذا وحلق قوي ولك راه سيدا صحيح اللحية هذا مقرك أي كميتا واللحية والأخذ من جانب اللحية هو لك راه وحاجب هو لك راه sunayaasha in la gooyo ama la xeero waa mid aan banaanayn makruu qudamaayo waa xaaraan rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay lacana allahu annamisata wal mutanamisa tanamuski weeye ta waxa weeyaan dumarka sunayaasha ka xeerta iyo taa odhanaysa halayga xeere dalbaysaba nacdal baa ku dhacday buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam nacdal buu ku habaaray asuna cusuna saarintaasi حرام قرا حتى إيران هاي رين هاي تهاي كبيرين تي مركب مكروه قرا لقش يجي كرين قدر كمركب يو حلقة شرشرنا يدنا وح كوش يجين تهاي مكروه مركب حيرس تلفت ده وح إيران شافعية ده متأخرين تودو ده بل نووي رافعية بكسب بلا وا يدنا هو مكروههم بإيران سيدا صحيح إنه وحوى حلق اللحية تحارا علماء قاركون إجماع بكسر سعلاء وكليه إن لحيران وامد خلاف سنة حديث النبي النبي عليه الصلاة والسلام عفوا اللحى أولي وفروا اللحى أوفوا اللحى قار كسيد دائب الرسول عليه الصلاة والسلام بدي يبولي كامر كالنبي كوري مانسا ما زاد على القبضة مركا صال الله قبطوحي نيارات كم نغضة يا مركا دي سلف كقار كل لغا سو نقليي ان لا جاري كرو اثارتا سنه waxay u badan tahay fil hajj wal umra marku hajjiyo ama u umraystay timaa iska xiriir ama u gaabinayo qabdada wixii zaaid ka inu raaciyo marka in shaafiiciyada loo nisbeeyo xalqu lixiyati inuu makruuhun yahay nadar ba ku sugan نووي إيو رافعي بكرات حلق اللحية بيدادين لكن ابن الرفعة
أرنتها سوى كو اعتراضا اعترض على الرافعي والنووي في حاشية الكافية ساكتال لأن الشافعية نص في الأم على التحريم والوربة الشافعي نص في الأم على التحريم شافعي كتاب الأم وكل نسقره قرك إلا حرائر حرامته سيدا سوك لا يزركشي لفتي سنيري سنة علماء الشافعية كمذا والحليم كتاب شعب الإيمان يا شيخ يسي القفال الشاشي محاسن الشريعة ساسوري الأذرعي سنة كمذا فقهاء الشافعية وحيري الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها سيدا الصحدي وحوية على مذهبا في المذهب سيدا الصحدي وحوية إلا حيرائر حرامته يدعو علا يدعو دباته كسوغا أوجد أن الله حيرائر سيدا علماء سيدادين ابن رفع إيو أذرع إيو حليم إيو القفال الشاش إيو زركش إيو إيه سيدا الصحدا في الحقيقة تنا مذهب كشافعين حديث هي أدلة دنا وافق سب وحول وحلق شعر امرأة قبرت ما هذه الحيرانة ولا كرها وهذه إن الله هذا هي من لا يدور طاي يدو حاران الحيرتا يسقونه إدمن أنه قلان سأكون في التحفة بل يجب الجزم بحرمتي على زوجة أو أمة بغير إذن زوج أو سيد تحفة المحتاج بسأكون ركا إطلاقا ناظمك تاسع لقو قيدي وحلق شعر امرأة قرما لكرها إذا أذن لها زوجها أو سيدها ركا سيما كروتي دانو إدمنا وحاران تمو قبل قروح بويين marka hadii ay xeerto timihi quruxdiiba iska suulis haday gaabisana ragibe marka way kaalisa waxyaabo kale la karu raaciyo waxa kamida raddu tiibin udu geeyo adarka iyo miskiga iyo reexaanka iyo qofkii ku soo hadiyay inad ku celisa iyaduna waa makruuh karaddi tiibin ay kama yukruu sal lo karo raddu tiibin udu celintii iyo reexaanin calaamad mid lagu celiyo yuhdi yaana hadiyay ومسلم با صحيح سكوريي رسولك انه يري من عرض عليه ريحان فلا يرده قفك الريحان ليراه هو عده سيسيان كعلين فانه خفيف المحمل الطيب الريح قادستي سوي فضود قفك عليس كما هي عرف ايو ودق في عنا ولي وعكل الترمذي وري النبي يقول ثلاثه لا ترد الوسائد والدهن واللبن صدح لما عليه بركيمة هذه الغراء وبركيمة ذا كتيرسو يدوهن يجيو ده ودو سوق اللي يداشي وحاسورا طيب كرواية كغار كود كيمي هي اللبن عانه أفرتال علين مايو عدي بحسن لقو علين مايو وفي البخاري النبي كان لا يرد الطيب بخاري صحيح سكوري النبي عليه الصلاة والسلام ودو قال لصيو عدة سيسينا نكو علين شرين halkana wuxuu kaga hadlayaa timaha in la madoobeyo xukunka ay leedahay xarramu al-ulama khidab ash-sha'r timam midabaynto bisawad madaw lagu midabeyo ay xaraan timayeen li rajul timaha sunin usugan mutlaqan wa imra'atin aw imra'atin ama gabar usugan ninka waa mutlaqan xaal oo banaana inuu madoobeyo ka xaalada jihadka laga soo reebo gabadhana bixayri idni xaliliha ba madoobeynto ay xaraan noqonaysa وحيلين هدوه وقلادوه فالصحيح جاهزة لكن تاسي حديثة كوري مانسا وحديثه مطلقا بيودي دي خضاب الشرع بالسواد حديثك أبو داود وريبا كم دي يكون قوم يخضون بالسواد وحيمن دونا قبل قيام الساعة دت مهودة مدو مريع كحواسل الحمام وصيح حمام كحوسل دي سألك باعوقيسا دقرت مدوك قطع الله كالي تميكا ديقيان لا يريحونا في آخر الزمان بحديث كتم يخضبون يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة ودق الجنة هي لما ينبو الرسول أنا حديث صحيح شيخونا أبو عبد الرحمن الوادع رحمه الله تعالى حليه الرسالة تحريم الخضاب بالسواد أكثر من 10 أحاديث
oo timaha madow in lagu midabeeyo diidaysa ayuu ku sheegay oo saxiix. Midabada kale haddaanay dhib lahayn ama gaalo iyo dad xun aan lagaga dayan ahayn dhib ma laha iyagu, waa iska bannaayin. Madowga la diidayaana waa madowga khaaliska barax tira, laakiin madowga iyo casaanka isku jira sheedda dee casaankana uu ka muuqanayo barownka oo kale noqonayaa dhib ma laha. Oo katamka khadaba Abubakrin sa Anas bin Malik uu yidhi khadaba Abubakr wa Cumaru bilkatam, Abubakr iyo Cumarba katamka oo ah sawaad aladii yamiin ila lxumra, waa geed markaa madow iyo casaan isugu jira, timahooda waa ku midabeeyeen, wax dhibi kaa kuma jirto. Laa liljihaadi, jihaadka awgeed haddii loo madoobaysanayo xaaraan maaha. Cadowga markaa dee lagu baqagelinayo oo dee si aan oday boos oo caddaaday intay ku arkaan aanay kugu soo dhiiran ay kugu arkaan inaad tahay nin waxa weeyaan garmadooba xooga, oo markii gaaraan dee seefaha iyo waxaa lagu dagaalamaya dee rag waa ismudanayeen, waad madoobayn kartaa si ay kaaga baqaan oo ay cadowga dee aad ugu argagixisa arrintaas. Ninku lugihiisa iyo gacmaha iyo xinnama marsan karaa, aad bay isugu khilaafaan fuqahada shaaficiyadu. Cijli oo kale wuxuu yidhi waa xaaraan, Nawawina waa ku raacay. Mawardi iyo Raafici iyo saaxib albayaan Camraani iyo waa jaa'is bay yidhaahdeen, waana sa mukhtaarkaba ayuu yidhi saaxib alcubaab waayid almiwaa misalaa isku khilaafeen. Hada jeerna waxay u noqonaysaa qadiyadii tashabbux, qofku xilliga uu joogiyo meesha uu joogiyo ila daliil gaari kuma soo aroorinay. Hadday dumar isu ekaysin arrintaasi tahay oo uga qasdiyayo ama dee ficilanba ay tahay, mid aan bannaanay bay noqonaysaa. Haddii kaloo aanu dumar isu ekaysin uga qasdiyayne isqaboojin iyo waxaas unu uga qasdiyayo lugaha kullaaday odaygii markaasuu xinno markaa cirbaha iyo meelaha iska mariyay, wax dhiba ma laha insha allah. Baab alwuduu, weysaysiga baabii ka hadlayi kari weeye. Alwuduuda haddii la godo waa ismu lilficil, haddii la fatxiya alwuduu la yidhaahna waa ismu lilmaa aladii yatawadau bihi, waa magac biyaa lagu weysanaya ay leeyihin. Waxaa kaloo la yidhi alwuduu lahumaa walwuduu lahumaa, yacnii wuduu oo wawda la goday labadaba waa la yidhahdaa ficilka weysaysiga iyo waxa lagu weysanaya. Wa qiila alwuduu oo bilfatxi baa labadaba la yidhahdaa, wax weyn halka inagagama aasna. Alwuduu luqatan min alwadaa ayay ka timi, waalxusnu waaljamaala. Muujibuhu buu yidhi waxaa weysaysiga sabab u noqdaa, muujibuhu ay asbaabuhu waa mufrad mudaafahoo yacum wa caam. Markaa muujibaatu ay asbaabuhu, alasbaab alatii yajibu biha alwuduu, sababaha marka la helo weysaysi uu waajibayo. Dhinaca kale haddii laga eegana waa nawaaqid alwuduugi ama mubtilaat alwuduugi waaye. Waxay ka hadlaan markaa fuqahaa shaaficiya ma aladii yujibu alwuduu maa alxadath baaba weyse jabkaa, mise waa alqiyaamu lisalaah, mise waa kicista salaada. Waasaxiixu annahu yajibu bihimaa, weysaysigu labadaasoo wada socdu ku waajibaya, inuu xadath jiro salaadna qofku uu doonaya inuu tukado, ama wax kaloo dee weysadu ay shardi u tahay. Wa ilaahu wuxuu yidhi ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuhakum, idaa qumtum ila salaati muxdithiina weyaan macnaheedu. Marka waa labadii wada socda, markaad doonaysaa inaad tukataan aad weyse jabsantihiinna horta weysaysta. Wuxuu yidhi muujibuhu sababaha weysaysiga waajibiyaa waana kuwii weysada burinaya uni, alkhaariju waa waxa soo baxa min sabiilin, marin ka soo baxa oo qubul ka soo baxa, min qubulin ka soo baxa xagga hore ah, aw duburin ama xagga dambe ka soo baxa, ghayra maniyin oon mani ahayn. Alkhaarij min asabiilayn oo dhami weysada waajibiyaa buuri. Marka muxuu ka soo reebay manidii? Manida uu ka soo reebayna sifay leedahay, ghayra maniyin, mani aan ahayn. Manidaasi oo muujib iltaqsiili, meydhasho mid waajibinaysa ah. Kadaa saas oo kale
زوال العقل عقلك يقرات كالسولستيس أيا ويسوى تيوية لا بنوم كل ممكن متك استوى بريديس للك قبتسيي هرددس مايا أي لا بزوال العقل عقل سولستي ويسمى واتبسو بالنوم كل ممكن وكسول متكستو دبديس للك قبتسيي هرددس وكسول تانا ولا سوري بيه ولمس مرأة قبرتها بشديد أي ويسيسي واتبسا رجل أي رجلا نلا يتابطه ومنصوب كيف أمرك القد الاستاقية ولغة الربيعوي لا محرم إنك أصلا محرم هين وحائل تاد أود حايا إنك يقبرد تشيركودا كفا أي منع واديد للنقد تابشد أسيني ويسيد بوريسو ومس فرج بشر بني آدم فرجي تابشد با ويسوى تيبسا ببطن كف عكر كحقي صهوس لغو تابتو واختير وحال الدورتي من أكل عنس إني ويسا كواتبتو للحم الجزري قيلة هيلب كيسا لعني وقال كان موجبات الوضوبو كغو الرمي الخارج من السبيلين باو الرأي وحكستو كسوا بحال بعض أمرين مدكوت وبش يدبر تالوتشي دا وحاسيان نقض معتاد غير معتاد النقض قوينادو اقل الله دو نجاسا نقض ضائر النقض وحدو ريبا نقض مركا كادي دا سحرا دا مدي دا الريح والنفط كوهوال اسكوا فقاي اني ويسادو كتشبتو كادي دا سحرا وحسو قليان او جاء احد منكم من الغايد ريح ده ندي حديث كابي وريرا وكعد حدث كايا وكفر السريبا مركي لا يقبل الصلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ ما الحدث يا أبا هريرة قال فصاون أو ضراط نين هير حضر مودة بويدي صح حديثكم وايل نعم مديد ندي حديث كي علي بكسار كنت رجلا مذال مركا مقداد من الأسوة كي رسول كودري رسول كوسا ويدي لمكانتي منتي من دام رسول كوسا صدقوها يصدقوا كحش هذا قال يتوضا ويغسل ذكره وهو يسيسر اياه وانا كيستنجوني ابو الرسول عليه الصلاه والسلام كون كلا وحيابا كلا لبدا ميلود كسو بخانا وا لوغ قياس قاتي هذا الخارج من السبيلين كيبو وحو كسو ريباي منيدي غير منيد وحا سبيلك كسو بخايو مني انا هين منيدا سو موجب التغسيل يا منيدا ميرشه واجبس ومنيدا ميرشه واجبسا ويسد ما بوريس ويان عنيد منيدا ميرشا ان واجبنا صبحتان كيدار ميرشا واجبنا ويسد وي بوريس سيكلو ده كتبتي كلاد كو ارغتين با جيرتا وان لراهدو مني نفسه الخارج اول مره منيدا نوع عصا يا ميرشا واجبس منيدا تيسي كو امركي كوادنا كسو بخداي تاسا ميرشا واجبس تاس ميرشا دا واجبس ايان ويسد ويسا واجبين ويسد ان بورين لكن قف كمنيو غيري هدا كسو بخدا كوربا غوادي وا مركا لالا معاملو بيه نينكا كسو بخاي دا ميرشا مي واجبين سمنيداس ويسوم بي واجبين سم marka mar hadaan meedasho waajibinahayn weysa way waajibinaysa waxa la mid ah maniyu nafsihi al khariji fi al marrah al thaniya isaga manidiisa mar labaad ka soo baxda oo biiba marka ka soo baxay markaas uu dib aad dareeso isugu celiyo istadkhala maniyo mar labaadka maridi markii hore ay ku soo baxday bay meedasho waajibiso ma mar labaadka ila awla marra ayu shardi waay meedasho waajibin meeso ولهذا ويسدي ويتشبينيس مركاسان ودغاي واسيف فضوط دادو فيرساتو والمني الذي لا يبطل الوضوء هو المني الذي يوجب الغسل اما المني الذي لا يوجب الغسل فيبطل الوضوء
منيدا مركا ميدشو واجبي سواتي ومني نفسه الخارج اول مره منيدا ان ميدشو واجبي نواتي ومني غيره هذه قفكه اي كسو بخدو اما منيه مره ثانيه اما مريس مر لباد اي كسو بخدو مساله waxay ku dhiseen kulli qiyaas waxay raadeen laba arimood ba meesha kulmay ida arinkii weynaa waajibinaya waa inay mani soo baxday iyo mid arinkii yara waajibinayo ade kharij min as-sabil in la helay waxa marinka ka soo baxay qubusha ka soo baxay labadaas haday kulmaana mar hadduu arinku aadam al-amrayn waajibiyo bi khusus gaarnimadiisa uu waajibiyo ومن النمدا أيو ما يرشكو واجبين أيو تي وينيد لبدا الريموت كود ير عام نمدي سوا خارج من السبيلين إنه يايكو واجبين ماي وبقى عدا في قيام وضع ضابط في قيوي فما أوجب عدم الأمرين بخصوصه لا يوجب أدونهما بعمومه سأصير هذا واحد هذا انقفكو هدو ياي محصن وفقور مركا شرعية صوم مرأي ولي بدي جبر وقل ماضي أما جبر ده لو قل ماضي بعده أو زينستو وحكوا تبي الرجم وارن كي وينا عقاب كي ويناية مرادي زينة داس كي ويناية ده حكدي لا يواتبيسي كي يرايو شهادلين ما واتبين سيرا ولهذا ده لما شايفين ما عزيو صحابي قالوا رنتشر الغامدية إيو rasuulku inuu jeedeliye inuu dhagax ku dilaayo baa la sheegay laakiin uu jeedeliye laba sheeg. Raatana waa lagu qiyaas qaadanay baa daliil kale misalasi ma lahaa halkaas uu bay mariyaan. Usay suurtagal ku tahay qofka inay mani ka soo baxdo hadana weysa u dhawran tahay. Waxa jiraadaan waa hadii ay manidu bi mujarrad nadar kaga soo baxdo waxbu eegay intana biyi ba ka yimi. Marka haday galmana may dhicin taabashana may dhicin sooma. Marka meedasha ku waajibaysa laakiin weysadii uu qabay waa u dhawran tahay. Way وحلمي ذا هدي وسحده وفرد كسحده سقط دبده دول كقبض سي ترى تردد والرياضة قلمي وحاول كل رياضة سبيو أي كجيم هذا هرددنا تيو يصير تبين يصير ما هذا وكان دبده دول كوي أشيره من إذا سنا وح كلام رضا الله صعد كريدة ويصير تبين ما يصير واتبين ما يصير ويصير مرش أيوم واتبين يصير كذا زوال العقل waxa kala weysa waajibiya qofka aqligiisa inuu suulo yaana garaadki wax kala garashadi oo ku suulo waali miir doorsoon inuu sirqaamay inuu suuxay inuu saaxday oo hurdada iyo xadiidu ku soo aroray inay hurdada weysa jabiso annoo wika usahi wika usahi fa idha nama istatlaqa as-sahu قفك وحا لنقح وادبديسا ان تسوچيت كما ردو سيحضو لنقح اسا كفرمايا وحي مرقا كسوار كوان كان لوا هرده لوا قياس قاتو دي ويكسي درين ودي هرده دي ويسادو كتبايسو وهرده دو ايتين ميالا فيلا ايه وحي ويسيه چبين يقفك انو كيما دي سوغوني سوغين والدي يمير دورسون كي يدي كواسنا وكسي درينيهن حالك سو ريبيا لا بنوم كل ممكن وكا دبديس دولك قبتسيه كو خجيه هردديس ويسبا جبيس مركا تاس لفته ده شروط بي سي لهدو خيدا انا قف بوران هين ادو بوري هي او ده اسك بري وين دبا تالو واخ كسو بخاي اسمو اوغاني بينادان نحيف روينا هرو ادو دبا قري هينا ميل وخي عليس ما لها meel wax xiliso de ciriir gelisa wixii soo baxay ma lahaba waxa kala shardi weeraadaan sidii uu ku seexday isagoo u fadhiyo inuu soo tooso isagoo sidii iska bedelo dhinac u janjeersaday ama horo u foorsay ama xaga dambe haduu soo tooso hurdadaasi fadhi baa ku seexday weysay ka jibinaysa waxaan idaa u dhaliishay xadiidka uu muslim wariyay min xadiithi jaabir ina saxaabadu ay cishaayga sugaya ay seexdeen فقاموا للصلاة ولم يتوضوا صلاة أو كعين يقويسيس فقال حلين دي فردي بيكو سيحدين بالو وحن باريس اللوات شمعي حديثك يا حديثك لا تلامسه هرددو ويسدين يتبسو
روايتك قال كنا وحكوتي مي حتى خفقت رؤوسهم إلا مدى حيوة الرحمن كانت تسوحة سنين سنين الفرد كسوحة لكن روايات في مسند البزار كتمي حافظ ابن حجر نو التسحيح وكذلك الشيخ الألباني إن لنا عدوك الدقيم باكتمي مركا تشمعين تصح دا يواء إلا إرادو وحي هرددا سويسيدا وقد تشبين ويدين نعاس باهي نعاس كواهر نعا أما اللولادو واهر نعا هرددا وحانا لغو كالقر طالبادا وفكو داد كميرشة تشوغاد دو دواء قودي مقليان وفهمين بي وحاس هرددا ويسيد تشبين سماها وإن وحكا صواب بحانيا إنك لو أغان كرا اللي هرددو ناقد بنفسه ما مديسكي ويسيدا وتشبين هو مدينة الحدث وحي ويسيدا تشبين إنو ميشا نعا الله بدنيا واي مركا اللولو أرين كود وها سيدا إلي رادا يا كفي عن سيدا وحيري ولمس مرأتين قبرتا بشدد با ويسا كوا جبتا رجولا نين اي طابطو او الله مستو مني صابي دلي شريا وانا تفسيرك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ابن عباس وحكوفة سري لمسي قايد الغشي اقاي قال مادو كوفة سري حديث تلمامي سنوى جرتا ان طابشدو انا مركا بورين ويسا كليدة ديناني بورين marka ninka gabadha weysada ka jabinaya adiga istaabtaan oo jirkoodu isgaaro wa inaanu mahram u ahayn wa kani la mahramin wa inaan mahram u ahayn mahram kuwa ninkasto gabadha guurkeedu si abadi ah u xaraan uga yihi duu taabta hatta walo bishaa wadu ku taabta amayadu ay taabato weysa ka jabimayso wa kadalika wa in basharadooda ama jirkoodu wa inuu isgaaro التقاء بشرتي رجل وامرأة أجنبيين كبيرين من غير حائل هذا سفينة يساس كتال هذه تركو دانو سقارين وحور دحايو ما رأي يدي وحلم يدي ويسيد كبير ميسو ولهذا وحور وحائل وحور دحايا ننكا يقبر دا أجنبي كلا تركو دانو دحايا كف للنقض منع واديد للنقض كبيتان كي ويسيد وديدي واي وحكى الله شرد يعني كبيرين كبيرين ده بحال وقت شيدا يعني دد أيهين ما يعني وين أيهين كوا جاري دا تشنسي كلو كوهم جورين كرا قبر دواين تي قبر دا هن جاري وقتي رجوا يكون جورين كرا أنا ودي جوري وحاي كدمع كرا وكذلك النين كرصاص وكله وينو قاري دا يدومر كود دمعي كران هدو انتا كيري ايو دادك الدمعي قود السليم كيانا يقفك اوهم قرون اهين تابا شدي سوچينسي كله ويسيدة كتبين ميسو مرقا كي واح تابتايا كي لا تابتايا لابدا بو ويسيدو وكيبوري سارينتم ومسو فرجي باشارين بني آدم فرجي قين لا تابتايا ويسيدو اتبس بني آدم كو هيا رادو اما اوينال ماشاء الله تابتي قبولها نقطة حق وراء أما الدبورها نقطة حق الدماء لبدأ بفرجي ولا إرادة رسولك نوح حرمان مسا فرجي فليتوضع قفكو دبادة أما عورادة وطابتي تيسها نقطة أما قفك لا عورادية نقطة حبين تحصيل تابتي قفكي هكو تعلو أما ميد لغي قويو هالكا تعلها نقطة مركا مركو لأي فرجي بشارين وحماشة كسارة هي تابشة لطابتو حوليه وكاله دبادو ده يد عس الكود يوحى لطابتو وحساس وكال الله ميدا تشنك عيرا ده ومثل هالجنيو ما قررنا عد تشنك مركا قعمال قاعده مركا هالكي لغو طابتو ايه ويسيه وشبه سبي بطني كف المركا لغو طابتو كفك انتي ساهوسي ايه اصابع ده فراها انتو ده هوسي انتا مركا اللي اسكو دبولو اللي اسكو يرا عداديو قرسوميس دي لغو طابتو وحديثك الترميدي باودل إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضع إفضاء قنا الشافع ومن أهل اللغة يمحوكو فصيري يعني من غير حال يدو آني وحبا آني ونحاين سيدا سوكالي ماشا لغو طابتو أيتهاي كفك حقي سوسي طيب مركا دي حبناك لغو طابتو سوحل كيسا دو كطابتو أما كتابته حوية نلوم كيسة أما عدود يساء كتابته أما اللوكت يساء كتابته ويسا تشبه ميسو هل كان نوحل وقتيرا وحال الدورتي
من أكل للحم الجزري وجوب الوضوء على دورته ويسير واجبه من أكل عنس لقوا يسيسته للحم الجزري قيل هي بكيس مركع لعني كان سلدن سمع اعتمد كاف في المذهب وهي بكجيل وإنان ويسير عدة ولا يوي دورتين الدليل هم بيو دورتين بيو شيء ذا إما ذا بهم بيو دورتين ما وأنا الإمام النووي رحمه الله تعالى إيو جماعة من المحققين وحان يودل الشيء اللي بدأ حديث كبراء هي حديث كجابر بن الصمرة والله بدأ برسول كوري توضوا من لحوم الإبل هي اللي بكجيل كوي سيست رسول كوري عليه الصلاة والسلام هي اللي بكارجة من كوي سيست أنا عداد دون تام الرسول هل يمكن أن يكون هناك سنات؟ نعم توضعوا من لحوم الإبل لابد أن يكون هذا رسولك عليه الصلاة والسلام إمام النووي حول هذا وهو وإن شد مذهبا فهو قوي دليلا هل يمكن أن يكون هناك سنات شبيه مذهبها شادها وعطبا لكن دليلها بقوي وطايد الدليل كان واجب إلى الرعب لأن مذهب كما أدون سنة الدليل كما أدون سنة لساعة حديثين في وإلا بحديث بكوان صاحبون واختاروا محققون واعتقدوا رجحانهم شفعين واحد هذان وضوغ حديث كاللغو الشاقي ووضوغ اللغويقها فرحش ويا المعنيد وهذا غير الصحيح والضعيف سورة الإمام النووي وعك الله هذان حديثها سوى منسوخ وحنا الصغير حديث كورنية كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء من مسة النار تانت جوابت واحد تلقى حديث كان وعام حديث الوضوء من لحم الإبل لو خاص والخاص يقضي على العام مركز سيد دليلان صحيح وحويه اللي بكجيله إنه ويسيد شبيه وأنا السيد النووي يا بيهقي يا ابن المنذر يا ابن خزيمة يا علماء بدنا محققين تشافعية ده كم يدي دليلان اي دورتين نووي مجموعة ايو يا كتاب كيسة كلاء روضة ايو روضة الطالبين ايو ايو مثل هذا كل شيء هل كان نوعه كقور رمي قفك يقين صنا ويسقب عدو ويسجبك كشكيو يتا عكس جيدا وقفك ويستجب يقين صنا إنه ويستيادو كشكي محال يليه ومع يقين حدث حدث مرك الله يقين صدو أو طهر أما الظهاري ويستقبل يقين صدو إذا طرى عدو سود الرئي شك شكي بضده أي في ضده في حصول ضده كالا يقين صنا كسورجيت كيسو إنو حاصل لك شكي عامل وعمل فلي دونا كاشكي يقينه اي بيقينه بك عمل فلي هو منصوب بنزع الخافي اما عامل واسمين يقينه يقين تيسو عمله شقديسو قبصا قال كوحو الله يقفك ويقين صن ويسا الان ايا كشكير ويسيست اما اصغا او ويسا يقين صن بو كشكير ويسا وشبت يقين تيسو كو عمل فلي يقول سيدي وهبي هدو ويسالان اسكوه بي ويسادو كشكيي كو عمل فلي مايو هدو ويساقب اسكوه بينا ويساقبك وكشكيي كو عمل فلي مايو وحان اود للحديث ابي هريرة في مسلم اذا وجد احدك في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء او لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريح هدي متكين مركاد على وشيس واي دغدغ اغضو درين وكيلة على وشيس أو كشك يوم يوحك صوب بحنا في مية كتب مسك ما إيمان ساد كيان وكبح له ويسيس يان وقبح ويسقبك ويسكوه بي شك جايان وقتين حتى يسمع صوتا ويجد رح إلا ويقين سنين ويسجر حديث عبد الله بن زيد نوال مد وأنا تعلم دعاء كل سين قاعدة فقه قواعد ووين الشنطة كمل اليقين لا يزول بالشك وحيل له بي شك كذب يميكم السوله يقين تبع لغو عمل فلايا هذا با لبادا با قف كاني إني مرين ووهوبي ويسجب إيو ويسقب لبادا كيو الرئيب وكشكي ويسجب كاو الرئيي ويسقب كا دنبي مسو ويسقب كاو الرئيي ويسجب كا دنبي مركام حويلية وحلو سابقون إذا جهل حديث لقروا سابق كهري خذ يقال وحل أورانيا
ay li shaaki ka shakisan khud qaado oo ku amal fal didda ma ki waxa ka soo horjeeda qabla yaqiin yaqiin horteed jiray ah wa sabiqun idha juhila hadii la garo sabiq labada ki hore labaduba inay dhaceen waa loogi ninkani waxa weeyaan meel buu hurday tusaalahaan halka waxa ka qoyan kaadidiisii habeenkii ku soo kaajay halkaana biyo ku weysaystay baa ka qoyan labada keeba horreeyay buu garan waayay kaadidaa uu kaajay edee weysa jabisay mise weysaysiga keeba horreeyay buu garan waayay waxaa la odhanayaa khud didda maa qabla yaqiinin yaqiin horteed wixii dhacay yacni cagsigiisa qaado didda maa qabla yaqiinin waxaad hubto sida ka soo horjeeda qaado yacni yaqiinta wixii ka horreeyey sida ka soo horjeeda qaado baa la odhanaya labadaba maxaa ka horreeyey labadaba uu yaqiinsanyay soo ma weyse qab iyo weyse jabsay u kala horreeyin baanu garanayn labadaba maxaa ka horreeyey labadaba wixii ka horreeyey cagsigiisu buu ku camal falaya tusaale maxaa ka horreeyey labadanu ka shakisay weyse qabka iyo weyse jabka labada hortood hadduu muxdi ahaa mid weyse jabsan xadaka cagsigiisa didkiisu buu qaadanaya hadda mutatahir buu noqonaya mid weyse qaba ayuu noqonaya waayo muxuu yaqiinsaday aطuhra labadanu ka shakiyey hortood inuu daahiraha buu yaqiinsaday in طuhrigaasi xadaث iyo weyse jab uu ka dembeeyena uu ka shakiyey walyaqiinu laa yazuulu bishak asalkuna waa inaanu wax weysadaa jabiyaa aanu ka dambeyn labadanuu ka shakiyey hortood wuxuu ahaa mutatahir buu ahaa mid weyse qaba taa cagsigeed u qaadanayaayo hadda muxuu iska dhigayaa uu ku camal falaya inuu muxdith yahay buu hadda iska dhigaya waxaa iman karta labadoodaba wixii ka horreeyey inaanu garanaynba weyse qabkan iyo weyse jabkan uu yaqiinsaday sida u kala horreeyeen u garan waayay maxaa labadooda ka sii horreeyey garan maayo maxaa markaa la yeelaya xayu meel buu lam yuclam aan la garanayn bishayin shay shay bimacnaa labadan uu ka shakiyey ka horreeyey falwuduu weysaysi multazamun waa mid laislaasimsiinayo oo bimacnaa si waajiba loola imanayo dee laba ixtimaal baa meeshii yaalla inuu weyse qabo iyo inuu weyse jabay labada wax kale rajaxaana ma jiraan markaa salaadna dee lama tukan karo iyadoo laga shakisan yahay tuhrigii oo laga taradudayo inuu daahiriyo inaanu daahirahay wuxuu yidhi furuuduhu weysada arkaanteedu anniyatu weeye waqsil maydh wajhaka wejigaaga maydh wa qusluka weeye faralada weysadu maydhistaada alyadayn laba gacmadaad maydho maca mirfaqika suxulkaagana adoo raacinaya wa masxu bacdi ra'si weeye waa madaxa barhkii in la masaxo uma qsil deeta intaad dabadeed maydh oo wacum maydhista ku caamiyeel wada gaadhsii rijlayka labadaada lugood maca kacbayka labada kuraamoodna adoo la maydhaya wa tartiibu weeye faralada iyo arkaanta weysadu waa in xubnahaasaa loo sheegaad u kala horreysiiso halkan wuxuu kaga warramayaa furuuduulwuduu markaa furuuduulwuduu waa sitatun waa lix furuuddana waxaa looga jeedaa arkaantii lagama maarmaanka u ahayd ee weysaba aan la helahayn ilaa la helo anniyatu baa kow ka ah in la niyaysto weysaysigii waayo rasuulku wuxuu yihi inama alacmaalu biniyaat wa inamaa likulli imriin maa nawa kayfiyatu niyati lwuduuna waa see loo niyoonaya rafcu lxadath buu niyoonaya xadadka inuu iska rafciyo fardu lwuduu ayuu niyoon karaa aadaau lwuduu buu niyoon karaa aطahaara lisalaa buu niyoon karaa alwuduu buu niyoon karaa saa u iطlaaqay hadduu aطahaaro qura niyooda ka warrama weysadiisu ansixi mayso waayo طahaaradu luqadana macnay ku leedahay shareecadana macnay ku leedahay marka haddaanu qaydina طahaaro unuu niyooday labadii deetay tahay baan la garanay labadiiba waa ixtimaasha waayahay horeynu dee kutubta horeynu kusoo aragnay niyada macnaheedu inuu yahay qasdu shay ama qasdu lficli muqtarina qasdu shaya muqtarinan bificli shaygii loo qastiyey samayntiisa qasdigaasi oo samaynta la xidhiidhsan markaa wejiga maydhistiisa markuu bilaabayuu niyada la imanaya wayn macnaheedu waqsil wajhaka waa faralka labaadee wejigaaga maydh oo ilaahay baa yidhi faqsiluu wujuuhakum
wajigana daahirka loo jeedaa intan muuqata oo sanka iyo afka iyo kuma jiraan xadkiisuna xaggaa dherarka waxa weeyaan halkaa timuhu ay ka baxaan caadatan sida loo bartay ilaa lafgareedda mara qofku hadduu bidaar yeesho lama odhanayo wejigiibaa durkay ilaa halka timuhu hadday kusoo joogaan mayr la odhan maayo haddii ay timihiisu hoos soo degaan oo dee indhaha dushooda ay yimaadaan halkan ay ka baxaan la odhan maayo waxa weeyaan halkani madaxay ka mid noqotay waxbaa mayri la odhan maayo asal ahaan halkay timuhu ka baxaan halkaa wixii ka sokeeyey wejigu ka bilaabmaya xagga markaa ballarkana cardanna waa maa bayna aludhunayn oo labada dhagood inta u dhexaysa qayb madaxa ka mida iyo wejiga hareerihiisa in la maydhaano waa waajib waayo wejiga maydhistiisu baan dhammaystirmahayn ilaa qaybaha la raaciyo wamaa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun waa yahay wuxuu yidhi waghaslu kalyadayn rukunka saddexaad ee arkaanta weysada ka mid waa labada gacmood in la maydho maca mirfaqika oo labada suxul inta la maydhayay ka mid yihiin oo ilaada aayadda ku jirta wa aydiyakum ila maraafiqu bimacnaa maca weeye rasuulkaa saa u fasiray oo ilaa cududda maydhista gaadhsiiyey sida xadiidu abi hurayra fi muslim uu tilmaamay wa masxu bacdi ra'si madaxa barhki in la masaxa arkaantii ka mid a barhkaasi ha noqdo saanta madaxa ha noqdo ama ha noqdo timaha haddii timaa markaa ay madaxa ku yaallo la masaxayo maxaa shardi u ah an yakuuna fii xaddi ra'si timahaasi xaggay u jiifaan marka la eego xuduudda madaxa waa inaanay ka bixin kuwa la masaxaya haday timahaagu dheer yihiin xuduuddii madaxa ay ka baxeen oo intii xuduudda madaxa ka baxsanayd aad masaxday masixitaankaasi kaa gudi maayo weysadii haddiise madaxa ay tusaale ahaan harag uu ka laalaado ama burooyin iyo waxay ka baxeen ay laalaadaan haday doonayaan dhulkaa tagaane waa la masixi karaa xadkaa kaba baxaan bay markaa shacar ashacaru iyo albasharu masalada waa ku kala duwan yihiin bacdu ra'sigana waxay u daliishadeen aayadda wamsaxuu biru'uusikum ba'd waa litabciid bay yidhaahdeen nebiguna calayhi salaatu wasalaam madaxa barh ka miduu masaxay inta kale cimaamadu ku dhamaystay uma aqsil wa cum rijlayka maca kacbayka ka afraad waa maxay ama ka shanaad waa in la maydho labada lugood weliba maydhista waa in lagu caam yeelo barh ka mida haddii la maydho ma ansaxayso waylu lilcaqaabi min annaar buu uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam watartiibu rukunka lixaadna waa maxay waxa weeyaan in la tartiibiyo saa loo kala horeysiiyo wejiga lagu bilaabo gacmuhu ku xigaan madaxu ku xigo lugu ay ku xigaan haddii markaa si kale loo kala horeysiiyo ka meeshiisi iyadoo la gaadhin la maydhay maydhistaa lama tirsanayo ka meeshiisii la maydhay ayuunbaa la tirsanaya bal ka warama cabdirsaaqow qof afar jeer weysaystay min kayri tartiibin haddana weysadiisu ansaxday see ku dhacaysa arbaca maraat ayuu weysaystay marna tartiib weysadiisu may lahayn haddana weysadiisu way ansaxday haye 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 wejigu maydhay markaa kuwaad maxaa la tirsanaya wejigaasu mar saddexaadkana gacmuhun baa loo tirinaya inta kale uma tirsana mar labaadkan ujeeda mar afraadkana madaxun baa loo tirinaya inta kale uma tirsana mar afraadkana dee lugihii markaa saasa afartaa jeer bila tartiibtaa weysadiisu ay ugu ansaxaysa uma lahu wuxuu yidhi uma intaa dabadeed lahu weysadii waxaa usugnaaday shuruudun shuruud khamsatun shan ah weysadu shuruud bay leedahay waa shan buuri shan waa ka badanto dhowr iyo toban baa la gaadhsiiyahay tuhuuru ma biyaha lagu weysana waa inay daahir yihiin kuwa daahira waxna daahirni waa inay yihiin almaau lmutlaqii weeye wakownuhu inuu yahay ka weysaysanayaa mumayizan mid garaad leh oo aan waallayn ilma yarnaan ahayn oo musliman inuu yahay baa shardi ah ka weysanayaa muslim wacadamu lmaanici baa shardi ah wax diida inaanu jirin min wusuuli maain biyo gaadhistood ilaa basharati lmaqsuuli kala maydhayo basharadiisa iyo diirkiisa wayadkhulu inuu soo galaabaa shardiya alwaqti waqtigu lidaa'imi lxadathi buu shardi u yihi ka waxaa weysa jabiyaa si joogtaa uga socdo wacadda waa tiriyey
منها شروط وضوغة الرافعي والرافعي رفع الخباث بكتري إن مركة هراء ما يريست الكوبات ورتين نجاسة للسولية أرقال كان شروط بكاها الله بربو الشاقي بيه وين بيه طهوريين دائرة وحنا دائرين طهور وماء كانوا مميزة قف كوي السري وين يهي قف قراض له قف كوي الله ويسد وكان صحيح مسو اللي خطاب كما فهمي ما يهي الميران قراض صنة كان صحيح مسو مسلم وين يهي وايو أركان تويسد النية با كميدة نية الشروط ده نوحة كميدة قف كعبادة النيون إنو يهي مسلم ونية الكافر لا تصح ويسد اللفت يجي ندوى عباد وقال كان صحيح مسو وعدم المانع عبا شرده مانع نالكي مركا مانع عاسي منافنا والله رأي والله با مانع حسية مثل الطابن كارو كيو بالان كل شيء قايو وعدم عدم المانع مانعنا ديدة إنا نتشرين أيها شرده من وصول ما إن بيه قارستو ديدة إلى بشرة المقصولي ومانع حسية قايا وقفك حبنان وميرا يوم وحبيه من القاران كور استاقيا وإنان ومرسنين سا دام روكا لأيو وحان الله يقانو ين رنشية دا إيو أسكك عدية هستو دا كتشرة إيو دهن جامد وكله صبغ أمد كريم جامد وفرية حبنت الدول فرية كسنة بي وعلنية كما يعد دراري ساقو دي مالا داد سليد مرسطو أما كريم مركا دا إسكاد دراري وكلا مركا ورابا فرية دي مركا حبنت المرمرية لغو علعلي دراري وكلا نغضي كسو حبي علن مايو ولهذا عديها أسكك كقر كوة قعما يكوة اللقابة والصخرة وحين ديد تكرر شيء يساقو نبما الله بيرا دانا يساقو معلين ايو بيا معلين ايو ديد اوقيا ديد هو استدحكو سمي اسمان لكن عيد باقى الشيء اسكا كلاك قلي تكو حقا تمدى حاقا اسكا قلد يترى اسكا قبا عديا هو استودا قلي وسادي كان صحيح ميسا دالا اسكا قا ميشا كسار ويا قعانتي قيب كمي دورا ميرين با ميشا دالا وحايدونا مهيما دادك صفان تاليه اللقوها الدلاعان ماشا الدلاع دي إيادنا وإن لما يروب بيال قارسيو هدي الشمع وقلايو دي وح أي ماشا سيد دوليا لانا وإن لقا قادو هدي دي الدلالكو إلا هيلب كهوسو وقارا يومبا هيلب كهوسو إلا مراني واتش باينو باطن ويالكاس واي مانع الشرعي قاينا وحوهي ووح قفكم مرو كسي فيسي ويسد وانا انصحاين ونيك قفكي سوغو كاتشي حقن كاديدي كودا دو حقن ويسا كودا كورم ومانع دي ويسا وافسحي ميسو اما قبرد يو حيد لي اما النفاس لي ايا ويسا يسريس ويسا وانصحي ميسو ووح ويسا دا آني كل مكريوي مرق حق الشريعة دا لقا ايقو ويدخل وا انو سوغ قرابا شرديا ويدخلنا والوران كرا وان يدخل با شرديا الوقت وقته لدائم الحدث قفك وحي ويسيد كبير يسيد شوكتا وقص عضو ويسيد يسوح الشرد وقع إن صلاة دهو ويسيسيني وقت قد وصوك قلي وقت قد وصوك قلي دو اسكسي ويسيسيسي وحي ويسيد كبير ينا وقص عضو تاسي ويسيسي ونقر ميسو وإن اللسوك انت وقت قد وصوك قلي يمرك هذا تنين ويسيسيسي وتكلم وي ويسيد يسان نوع عنا اللي حدث كرف عن ميسو ويسيد شبك كر قادي ميسو وحي ويسيد كمين يبا يسكس عدم وطهارة الضرورة ضرورة كانتي ضرورة مركا ويسيسي أبنين إيسا وقت سلاة دوان سوق لين مجرته الضرورة تقدر بقدرها رافعي وحو قدري وحيابا ويسيد شرد قواء حبنيه ويسيد نجاسة مرسان طهيرت نجاسة دا إلا قسوليه وعد واتر يمينها شروط الوضوغة الرافعي رفع الخبث أي رفع النجاسة نجاسة دا إلا السوليه wuxuu riintaan mayrista koobaad xubinta weysada la mayrin horta wixii najaasa marsana waa in la suuliyo laakiin sida mu'tamad ka madhabka shaafiiciga dhixiisa waa sida al-imaam an-nawawi rahimahullahu ta'ala oo sideeya in najaasada xubinta marsan iyo weysada mayris quri ay ku wada filantay gacantaadaas ay najaasa marsanayd waad mayday mayristaas ay najaasadiina suulisay oo biyihii waxay ka dareereen iyagoo raadkii najaasada aan lahayn najaasada aanay ka ureyn ka dhadhamayn midabkeedu aanu ka muuqan ilaa markaas baa la oran karaa najaasadii biyuhu way suuliyeen ani qusaalada biyaha wax najaasada lagu maydhay waa inay iyagoo daahira meesha ka baxaan iyagoo najaasada ay ka baxaan wali meesha najaasada waa marsanta
marka mayristaasi labada waa kuugu wada filan tahay najaasada suulinteedii iyo mayristii weysada laakiin maxaa shardiga saadalkee ku dhex jirta an yatura almaxallu waa in mayristaasi ay meeshii daahiriso markaasi bay ku noqon kartaa weyso haddaana meeshii daahirin maya والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قبردو هدي عرورتا قبردو هدي عرورتا كاذا كم يدو ميوي ستشبه سها أفكو هدو قفك لي عوردي ستابتو قفك سهير هذا ما هو إلادو ويسيس ويتشبه سها